قلت لنا هنا باش نجيو نعاونوهم في هذا العمل التوعوي تضامني تطوعي مع الاسر المعوزه. جينا هنا جيت سعداء بهذا التضامن مع الناس. وكنشكر العامل ديال اقليم نواصر بوسكوره نواصر على التوزيع اللي كيوزع، وكنشكر جميع جنود الخفاء اللي جاوا هنا كانوا يد واحده. الحمد لله استطعنا اننا نديروا هذا الشيء كامل بالتعاون يعني بالتعاون وبالاصرار. ان شاء الله نكون عند حسن جميع المغاربه. كما كتشوف القفات غير محددين، يعني القفات موجودين تبارك الله غير محددين اللي كنعمروا كنجيبوها. كاينه قفه ديال الخضر كتشمل الخضر جميع انواع الخضر، وكاينه قفه كتجمع جميع المواد الاساسيه اللي كتكون في المواد الغذائيه بحال الزيت السكر الدقيق الفينو كيكون المواد ديال لي بات بالانواع ديالها بالاشكال ديالها عاد زيد سميتو هذا اتاي حبوب المواد الاساسيه ديال المواد الغذائيه. الله ينصر جلالة الملك، ونتمنى نكونوا عند حسن جميع المغاربه ونعاونوا هاد الناس الاسر المعوزه. وانا معاك يا بلادي، ونتمنى كل 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 الناس تبقى في دارها. هاشتاك بقى في دارك حتى يفوت علينا حتى يرفع علينا ربي هاد الوباء ان شاء الله يا رب. نظرا للظروف التي تعيشها المغرب جراء هذا الوباء جائحه كوفيد 19، قررنا نحن كشركه عقاريه تنظيم واحد الحمله مجانيه تضامنيه لفائده الاسر المعوزه. وهاد سميتو هاد البادره خديناها من شفنا صاحب الجلاله الملك الله يطول لنا في عمره والله ينصر سيدي. فقلنا احنا اشنو نديروا، نعاون بالبسيط يعني اي حاجه بسيطه اوموا نديروا حنا واحد الالتفاته. وكنتمنى على اننا نكونوا تحت ضمن الجميع وتحت ضمن الاسر المعوزه. العمليه تمت بتنسيق مع عامل عماله اقليم نواصر ومع عده جمعيات يعني جمعيات خيريه اللي هما ساعدونا بمعرفه الاسر المعوزه والاسر اللي محتاجه وفعلا الاسر اللي تضررت من جائحه كوفيد 19. تقريبا حنا عندنا 5000 قفه. قمنا بتنسيق مع سيد العامل اقليم نواصر، هو اللي ساعدنا باش نعرفوا الاسر المعوزه او الاسر اللي تضررت فعلا بهذا الفيروس. وتقريبا القفه كاينه اللي فيها مواد اساسيه يعني زيت سكر دقيق يعني مواد اللي كنحتاجو في الحياه اليوميه ديالنا، بالاضافه الى قفف اللي كتحتوي على الخضر الاساسيه.